نختم حلقتنا الليلة بتقرير من الكرك في مشهد يتكرر في عدد من المحافظات يتمثل في غياب إجراءات السلامة العامة على الطرق أثناء القيام بأعمال صيانة دورية أو مفاجئة لتداخل صلاحية الجهات التنفيذية في الإجراء. ونذكر هنا أن هذه القضية التي سنعرضها تم حلها وتفادي الخلل أثناء تصوير التقرير. هذه المركبات التي تتلاقى في مسرب واحد أجبر سائقوها على ذلك بسبب إغلاق المسرب الثاني لوجود أعمال صيانة في خط الصرف الصحي الذي لم يمضي على تشغيله أكثر من 7 سنوات. لا وجود ليافطات توجيهية لطريق بديل أو تحذيرية لسالكي المسرب الثاني أنه باتجاهين، الأمر الذي قد يؤدي إلى أزمات أو حوادث مرورية. خط الصرف الصحي البديل هذا جاء فجائي، يعني ما كان متوقع، يعني وعملت سلطة المياه مشكورة في أنها تغير هذا الخط من كونكريت إلى خط دكتايل، وعملنا تقريبا لنا اسبوع واحنا شغالين، والحمد لله يعني انجزنا تقريبا 90% من المشروع. احنا الغينا موضوع السايدين، كانت على مسرب على مسربين، يعني كان السايد هذا كان مسربين، يعني عمل مسربين، فخفنا من مشاكل حوادث او عمريه، فاتصلنا مع البلديه مشكوره وعملوا جابوا لنا الحواجز وركبناهن وعملنا تحويله على الجهه الغربيه، والحمد لله الأمور كويس. هذا الشارع هو شارع أشغال، لكن فوجئنا بعدم التنسيق لا مع الأشغال وكذلك بلدية لم يكن معها تنسيق بهذا الموضوع، أدى ذلك إلى إرباك في السير، حتى مع الحاكم الإداري لم يكن هناك تنسيق ولا مع الشرطة. فالأصل أن المقاول يضع شاخصات ويضع وسائل سلامة عامة وأشرطة تحذيرية، وتوجهنا امبارح للمقاول شخصيا يعني، وصار معه لغط كبير وعند مدير الشرطة والمتصرف، وأجبروه أنه يتخذ وسائل قليلة يعني لوسائل السلامة العامة، وأدى إلى إرباك السير الصحيح، وهذا لا يجوز طبعا، وهذا تقصير يعني واضح من الأشغال بإجبار الشخص أو المقاول اللي بنفذ هذا المشروع بأنه يتخذ كل وسائل السلامة العامة. ولو كان البلدية دور الصحيح احنا راح نوقف العمل يعني شو ما كان. بين المتصرفية والمياه والأشغال العامة والبلدية ترامت المسؤولية في من يحمل عن المواطن عبء الخطر الذي يحدق به جراء تحويلة خاطئة كان من الممكن أن تؤدي إلى حوادث مرورية قد تودي بحياة مستخدميه. حتى تابع فريق أخبار الدار هذه المشكلة ليتم حلها بشكل سريع. صار عندنا إحنا مشكلة في الخط الرئيسي الناقل من محطة رفع سول لمحطة مؤتة، تبلغنا عنه الجمعة مساء، اضطرينا يعني من خلال كوادرنا العمل على هذا الخط. طبعا المشكلة كانت أكبر من حجم الكوادر الموجودة عندنا، فاضطرينا لتسكيرة الشارع الرئيسي في السيفتي الموجود عندنا، كان موجود حاليا موجود عندنا اللي هو شريط تحذيري علامات إرشادية عشان نقدر نشتغل يعني على الموقع. بس المواطنين طبعا للأسف يعني كانت كل المواطنين بتخالف التعليمات السلام المرورية، كلهم قطعوا الشريط التحذيري وكانوا العلامات الإرشادية يشيلوها، يعني وقف من سيارته وشيل العلامة الإرشادية يعني، فما قدرنا نشتغل في الشارع، صارت السيارات تمشي بشارعين باتجاهين. فاضطرينا بعدين نجيب علامات إرشادية، تواصلنا مع عطوفة المتصرف المزار يوقف عندنا دورية شرطة يعني، بس للأسف لا جتنا دورية شرطة يعني، قلنا حوالي اشتغلنا حوالي 3 ساعات ما جتنا دورية شرطة. حكيت مرة ثانية مع عطوفة المتصرف، قال لي دوريات الشرطة في التقصي الوبائي، فاضطرينا في علامات نيوجيرسي خرسانية سكرنا فيها الشارع الرئيسي وعملنا التحويل المناسبة، وإن شاء الله أنه الشغل هذا خلال يومين 3 أيام بكون جاهز وجاهزين على التشغيل إن شاء الله. هذه القضية التي حلت بأبسط الأشكال قد تكون إشارة واضحة إلى ضعف التنسيق بين الدوائر الحكومية، فهل جميع ما تقوم به الحكومة يتبع هذا الشكل من المتابعة والترتيب، أم أنها تعتبر حالة شاذة بسبب أمر طارئ ومستعجل؟